بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ذكرنا أن التهاب القولون التقرحي هو مرض مناعي ذاتي، تقوم مناعة الجسم بتشكيل أجسام مضادة ضد خلايا جوبلت الموجودة في الطبقة المخاطية في القولون. طبقات القولون هي الطبقة المخاطية، ثم تحت المخاطية، ثم الطبقة العضلية، وهي بتكون طبقتين عادة فيها أعصاب، ثم الطبقة المصلية. الآن هجوم المناعة من الداخل سيؤدي إلى تخريب الخلايا المخاطية وتوسفها، يعني تبدأ تتساقط. هذه تحتوي على المخاط، طبعا المخاط له وظائف كثيرة في القولون، ويرطب القولون ويمنع حدوث الإسهال، ويمنع يمنع حدوث الإمساك عفوا، ويمنع الفضلات الجافة من تحطيم جدار القولون. فنتيجة تحطم هذه الخلايا بسبب هجوم الأجسام المضادة عليها يؤدي إلى حدوث إسهال مخاطر. يضاف إلى ذلك أن العملية الالتهابية تطلق مواد تسمى باسم السيتوكين. هذه السيتوكين لها تأثير سام على الخلايا المخاطية فتخربها أيضا، ويحدث أيضا الإسهال المخاطي ويتفاقم. Oh.